كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. أيها المسلمون استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. قال ربكم لو أن عبادي أطاعوني لأسقيتهم المطر ليلا ولا أطلعت عليهم الشمس بالنهار ولما أسمعتهم صوت بعد. أستغفر الله إن الله غفور رحيم. اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا غرقا غدقا عاجلا غير آجل تحيي به البلاد وتغيث به العباد وتجعله بلاغا للحاضر والباد. اللهم سقيا رحمتي لا سقيا عذاب ولا هدم ولا بلاء ولا مرض. اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع وأنزل علينا من بركاته.